السلام عليكم يا اخي. معناها انا علب صرعناه زمان في بيتنا اللي في امريكا، بعدين اثمر قعد ما يجي سنتين او ثلاث، كانت الارض تجس حمراء دوم، وبعدين قطعناه مرة كذا نخفف منه، كانت الدنيا خلاص، كان يعني خاصة بها كانت بها عذقة، كانت في ظهر في ظهر بيت قطعناه يعني، وجودوا له القطعة وهي خلاص ما زد انها قلنا لها جيها يمكن 4 سنين ما زد حاجة دوم. ايش القصة الحين؟ عاد ارجع عندي دوم مهم نعرفك يعني. هذا الدكان جنب بيتنا، حانوت، ودعانك الأميغو، أنا جيران شغالين، هذا عجوز، هنا كانت حالة جنبنا وشدت، وهذا حديقة هنا. قلت بنعرفك بأمريكا، ها هذا راعي سيارة وصل موتر يرقص ويغني، ودم ثاني وصل. المهم يعني وهذا السيدة خلاص هدي تاكلي. ها اش معاش؟ اش معاش؟ معاش بيزا؟ لا ماي. ها